بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي بناتي. التمرين 15 باك 2017 مارك. يقول نص التمرين: منافسة النظام الامريكي في الموقع الدقيق جي بي اس والتحرر منه، وضع الاتحاد الاوروبي نظامه الخاص المسمى غاليليو المتكون من 30 قمرا اصطناعيا، يرسم كل واحد منها مسارا يمكن اعتباره دائريا حول الارض على ارتفاع 23616 كيلومتر من سطحها. تتم دراسة حركة أحد هذه الأقمار في المرجع المركزي الأرضي والذي يمكن اعتباره غاليليا. أكتب العبارة الشعاعية للقوة ثم مثلها على الشكل. أوجد العبارة الحرفية للسرعة المدارية. أكتب العبارة الحرفية للدور فيج ثم أحسب قيمته. هل يمكن اعتبار هذا القمر جو مستقر؟ برر إجابتك، علما أن هذا التمرين يا أبنائي لم يكن تمرين مستقل بذاته، وإنما كان مرتبط بتمرين النووي، حصيلة طاقوية إلى غير ومعادلة تفاضلية إلى غير ذلك. أنا هزيت فقط الجزء الذي يخص الأقمار الصناعية، لأن الدرس اللي قاعدين ندرسوا فيه هو أقمار صناعية. أول سؤال: اكتب العبارة الشعاعية للقوة ومثلها. دونك هو عطاني الأرض هكذا، وعندي هكذا، وهذا الساتيليت، وهذه لا تيغ، وحط لي في نص التمرين في الشكل حط لي ان. اذا ما هو ان؟ ان هو شعاع الوحده. فالقوه تاعنا اف تيغ ساتيليت حتجينا هكذا، اف تيغ ساتيليت، وهذه اف شعاع الوحدة بالشكل هذا. فمطلوب مني كتابة العبارة الشعاعية للقوة. إذا السؤال الأول: العبارة الشعاعية للقوة وتمثيلها. دونك عندنا اف تيغ ساتيليت جي امام على ار مربع. كتابة كيما هكذا راهي غلطة. لماذا؟ لأنه منا عندي شعاع، لابد من وضع شعاع. هكذا تكون عبارة شعاعية للقوة. السؤال بعده: أوجد العبارة الحرفية للسرعة المدارية واحسب قيمتها. دونك اثنين، عبارة السرعة المدارية وقيمتها. السرعة المدارية وقيمتها عندنا المرجع جيو مركزي نعتبره غاليلي، الجملة قمر صناعي بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عفوا على جملة القمر الصناعي. دونك مجموع اف اكستيريور تساوي ام اجي. القوة المؤثرة هي اف تيغ ساتيليت تساوي ام اجي. دوما لما نطبقوا القانون الثاني لنيوتن ونعوضوا بالاف تيغ ساتيليت لانها القوة الوحيدة الموجودة، نقول بالاسقاط على المحور الناظمي. نسقطوا على المحور الناظمي، نروحوا للشكل تاعنا. هاو المحور الناظمي يتجه نحو مركز الارض، وها هو المحور المماسي. دونك المحور الناظمي لاحظوا جيدا القوة منطبقة عليه، معناها اف تيغ ساتيليت تساوي ام ان بالشكل هذا. وبالتالي واش رايحين نديرو حنايا؟ رايحين نعوضو جي امام على ار مربع تساوي ام في مربع على ار. اذا يروح لنا الكتلة مع الكتلة والمربع مع الار. واش تبقى لي؟ تبقى لي في مربع
تساوي جي ام على ار، معناها في هي جدر جي ام على ار زائد اش. ونديروا تطبيق عددي مادام مطلوب منا العبارة والقيمة. هاي عبارة السرعة تاعنا، جي ام على ار زائد اش. اذا تطبيق عددي رايحين نحسبوا القيمة تاعنا، شحال رايحين نوجدوا؟ عندنا في تساوي جدر الجي 6.67 في 10 ناقص 11. كتلة الأرض شحال معطات؟ 5.972 في 10 أس 24 على إر 6371 زائد الارتفاع اش 23616. اذا قلت ما نخدموش بالكيلومتر، نخدمو بالمتر، في 10 أس 3 في 10 أس 3، وكنا قادرين نخرجوها عامل مشترك. اذا شحال تخرج لنا قيمة السرعة، سرعة القمر الصناعي؟ ونروحوا للسؤال الدور بعد الحساب العددي. اذا السرعة 3644.65. السؤال جيم، هل يمكن اعتبار هذا القمر جيو مستقر؟ بغل اجابتك. اذا باش نعرفوا جيو مستقر او لا، لازمنا نعرفوا قيمة الدور تاعو، نحسبوا الدور نعرفوا لا كان جيو مستقر. اذا القمر الجيو مستقر، واش نروحو نديرو حساب تي؟ دونك تي هو 2 بي ار على في، 2 بي ار زايد اش على في. تطبيق عددي 2 بي الار 6371 والاش 23616 على في 3644.65. نضربوها في 10 أس 3. إذا شحال تخرج لنا القيمة؟ عندنا 2 بي واحد وخمسين ألف وستمائة وتسعة وستين فاصل 80 سكوند. شحال بليزر قسمة 3600؟ 14.35. إذا نقول هذا لا يساوي 24 ساعة، أي تي ساتيليت لا يساوي تي تيغ، إذا فهو ليس بقمر جيو مستقر. لماذا؟ لأن القمر الجيو مستقر يجب أن يكون له نفس دور الأرض. وهكذا انتهينا من هذا التمرين اللي هو بداية باك 2017 مات. وكرر ماذا قلت في البداية؟ قلت أنه ما هوش تمرين مستقل، وإنما مرتبط بالنووي. وعلى هذا الأساس نكون قد انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وكذلك الضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد.